مراسلنا كريم احمد هيكون موجود معانا مع حسين الشحات، هنشوف حسين قال ايه واستعدادا لهذه المباراه، نشوف مع حضراتكم. والله طبعا يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الاجواء كلها طبعا او اللعيبه كلها مركزه وكله عامل حسابه، انت جاي تلعب نهائي فكله جاي مركز اللي انت عايز تاخد البطوله، فان شاء الله اللعيبه كلها عندها دوت وان شاء الله قدرنا نحقق البطوله باذن الله ونحتفل هنا في المغرب ان شاء الله. والله الحمد لله طبعا يعني الشوط الاولاني خلص في القاهره، قدرنا ان احنا نكسب وقدرنا ان احنا نفوز على الوداد 2-1، فان شاء الله نقدر نكمل على كده ونقدر نكمل اللي احنا بنيناه في الشوط الاولاني نقدر نحققه في الشوط الثاني وان شاء الله نقدر نكسب باذن الله هنا ان شاء الله. ما فيش اكتر تيار نفسيه اللي احنا اللي هو قال لك ان انتوا كسبانين فانتوا ارفعوا راسكم فوق واللي انتوا ركزوا اللي انتوا كسبانين، فاللي احنا ان شاء الله نقدر ان احنا نكمل على كده وان شاء الله نقدر نكمل كده باذن الله، وده كلامه واللي احنا ان شاء الله فعلا اللعيبه كلها عندها دوت واللي احنا نقدر نحقق البطوله باذن الله ونكمل على كده ان شاء الله. ده كان حسين الشحات مع زميلنا كريم، وهاخد اخر كلمتين قالهم حسين الشحات كابتن عادل، يقول لك اتقال لنا ويمكن ده كان كلام كابتن خطيب ان احنا رايحين هناك كسبانين. طب